سيد عماد تفضل. يعني يا دكتور بعد ما توفى الوالد ما عاد لي شغل فيهم. بعد ما فتلت صيدلات البلد لحتى بيع شي قطعة ما حدا قال لي شو معك. هلا آخرهم قال لي ليش ما بترجع لعند الدكتور اللي عالج أبوك؟ إلا ما يكون عنده خبرة بهالحالات النادرة من المرض، وإلا ما يكون شي مريض بحاجته. تعرف حضرتك هدول حقهم فتح ورزق، وأنا بصراحة خايف تخلص مدتهم. أنت حظك كتير منيح، لأنه هذا الدواء صعب يلتقى بالبلد، وإذا التقى طالبه حيلاقيه مثل لقمة الغلا. عم تقلي إلي يا دكتور، دايقة لهاللوعة ومجربة. إيه بس كمان يعني يمكن بكل البلد ما يلتقى مريض واحد بيلزمه هيك دواء، لأنه الإصابة بهذا المرض نادرة جدا. بكل الأحوال مالي غير جرب. اي والله حطيت لي فوقك واللي تحت خالتي مشان ابوك الله يرحمه، ويا ريت استفاد منه بابره وحده. هلا عماد دخلك قد ايه بيطلع حقه؟ يعني مو لدي زبون بالاول تقريبا، يعني اكيد رح نخسر فيهم، بس بالميت بالميت بجيبوا مثل كثير منيح. على القليله بنشتري بدله جديده بدل هالبدله اللي لابسه اللي صار لك سنتين تتشحتف فيها. لازم تلبس بدله جديده مشان منظرك بالشغل. أول شيء بدي سد الغوز لأبو غيس اللي يدفع له 6 شهور لقدام. لك بشرف المشتهي بس هيك حط راسي جنب راسك على المخدة ونام بدون ما خاف يخبط علي الباب ويسألني حبيبي شو صار معك حبيبي؟ إيه والله معك حق. معناتها أول شيء إيجار البيت وتعال نشيل بدلة. كانوا غلطنا دول. لك شلون هيك بزت لنا غراضنا بالطريق؟ طيب شو عندي؟ والله تبهدلنا يا عماد. شو بدنا نعمل؟ الو لك يا زلمه، لك يا زلمه قلنا لك اسبوع زمان بيكون الاجار عندك. نعم طيب تعال تعال شوي خلينا نحكي. كيف كيف يعني اجرته؟ كيف يعني اجرته؟ رامي لي اغراضي بالشارع كيف؟ الو شو؟ سكر بوشي. قالوا مسامحني بأجار 3 أيام تصليحة المجلة ومسكة الباب على حساب. كتر خير والله. شو نعمل هلا؟ وين نروح بحالنا؟ لك بعده هيك انت وياه؟ بعده هيك تيتا الله يرضى عليك؟ اقعدوا قبادين تيتا خلص بقى.
لا حول ولا قوة إلا بالله. تفرج لك بنتي تفرج، معلش طولي بالك. الله لا يوفق صاحب البيت، لو عاطينا يومين زيادة كنا دبرنا حالنا يا خالتي. طيب بعد إذنك بس بدي فوت على الحمام. إيه إيه من هون ابني على اليسار. بس إيتا بس الله يرضى عليك عود. خذي اشربي قهوة بنتي. الله يسلمك. يلا يلا ديا ديا يلا مرو. خالتي بدي مون عليكي وتقعديني عندك كم يوم انا وعماد. مثل ما بتعرفي بيت حمايه بالغوطه محاصرين وضرب طوال الوقت، الفايت مفقود والطالع مولود، وانا مالي غيرك بكل هالدنيا. كم يوم كم يوم لبين ما ندبر حالنا. ماشي خالتي ماشي، لنشوف شو الله بيسر. اترك ايدك قلت لك. تفضل خليني ساعدك. خدي من ايدها ماما تكيون عندك. خالتي مشان اغراضنا ما بدي لبكم فيون، وين حطهم؟ مطعمك الحجم الناس راجعه صاروا برا بالبلكون. خلص حبيبتي رهف روحي نامي انتي. أصبح على خير. وأنتي بخير حبيبتي. معقولة تنام بالعشاء؟ مالي نفس. معك حق، ما حدا له نفس. بس يعني والله ما معقولة تضل الصبح بلا أكل. تركينا هلا من الأكل. شو صار معك؟ شو قالت لك؟ والله حرام ما قالت شي. كتر خيرها، بس أنا من بكرة لازم نلاقي حل. يا حسرتي عليك. قول إن شاء الله ينباعوا هالأدوية على أهون سبب يا رب. ما بدي استناهن، لازم نلاقي حل تاني. حل شو؟ ما بعرف، بكرة بنزل على الشغل بشوف شو الله بيسرها معي. أينه شغل؟ دقدقت بواب العالم مشان هالكم غرض اللي بإيدك بتسمي لي يا شغل؟ شي بكرهاف لقيت شغل أحسن وقلت لا، زمان وجار علي، شو أعمل؟ لك أنا ما عم أتكبر على الشغل، بس هذا الشغل عماد ما بيتأمن فيه. يعني بدها شوية ذوق القصة أمي؟ وطي صوتك مشان الله لا يسمعوك يا عيب. لإمتى رح يضلوا عنا إن شاء الله؟ قولي الله يكون بعونهم. الله يكون بعون الجميع أمي، الله يخليكي، لا تفوتي لي من هالبواب، يعني وضعنا مو أحسن بكثير، بعدين اللي برا بيعرف إني بحط على راسي، أنا شلون بدك يعني أتحرك ببيت فيه رجال غريب وأنا مأمطة طول الوقت كيف؟ لك أمي مشان الله، عماد شب مهذب وآدمي وبحياته مع بصباص، بعدين تعالي هون، حاجة تتحججي، الزلمة بيطلع من الصبح ما بيرجع للمساء على شغله. لو كان أمي لو كان، بعدين لا تنسي إنه جوزي جاي بعد يومين، وبتعرفي لعاصم قديش عصبي وما بيهون علي أبدا. شو بتقبلي حضرتك؟ اللعوم؟ وين بدك تتركني وتروح؟ ما سمعتي بإذنك مبارح؟ خلص انتي خليكي هون، وأنا بلاقي شي مكان انقبر فيه. يعني ما عاد شوفك؟ بشوفك بجنينة بعد ما خلص شغل. طيب ماشي، دير بالك على حالك. ايه